المهم أكو رسالة أنا من الأخ أحمد، بصراحة هاي الرسالة لازم يكون موجود لأنه بها اتهامات بها. أحمد شلونك؟ عليكم السلام ورحمة الله أستاذ. أنت تدعي أنه أنت يعني لقيت القبض على تاجر مخدرات وقال لك بالحرف الواحد أستاذ ماشي أستاذ زين أستاذ نجم أيني أنا كنت أعمل بالمخدرات سابقاً. أنت ضابط شنو؟ لا أنا مفوض. أنطيني اسمك الكامل. أنا أحمد الشباني. لا مو عزيزي أحمد. أنت تتحدث أمام الرأي العام. أنا ما أقدر أخذك. أحمد أستاذ نجم اسمعني. أنا مفوض أحمد شدهان. وين تشتغل أحمد شنت؟ أنا حالياً بالحدود. لا قبل الحدود. قبل الحدود اني خدمت 30 سنه بالديوانيه، اشتغلت بهواي مكانات، اخر مكان هي قسم المخدرات. يعني نقلت له وتمكننا اني وزملائي بالاطاحه بالكثير من تجار المخدرات وبشهاده مدير المخدرات السابق ومتعاطي المخدرات، وتعرضت لهواي تهديدات واطلاق النار على داري وزرع ابواب داري وشم الرمانه على داري. بعدها تهددت بنقلي، وفعلا اكو ترشيح رادت الوزارة 40 منتسب من كل محافظة ينقلون للحدود لتعزيز الموجود هناك زين. بس يكونون شباب وعمارهم صغار. اتفاجأت اني باسمي موجود من ضمنهم بالرغم من اني عمري 48 سنة وجريح عمل ارهاب ومصنف طبيا من اللجان الطبية مال الداخلية، وعندي نسبة عجز. يعني ايش قد عجزك؟ نسبة عجز عندي. ايش قد العجز؟ ايش قد العجز اللي عندك؟ العجز عندي 20% نسبة عجز، يعني عندي تحدد باليد. ايش تعتقد ليش نقلوك احمد؟ نعم. ليش نقلوك؟ نقلوني اتفاجئت وردني اتصال من زوجة احد تجار المخدرات. اي والاتصال موجود ومسجل عندي، قالت لي اني نقلتك وحتى هناك تتأدب، هنا ما تأدبت هناك تتأدب. والاتصال موجود. الاتصال موجود. موجود مسجل عندي. زين. واني من خلال قناتك استاذ نجيم. هاي قالت لك الا نقلك السنجار، انا نقلتك السنجار بالاتفاق. نعم. مع احد ضباط القياده. نعم. التسجيل الصوتي موجود عندك؟ موجود يمي التسجيل الصوتي. احمد انا نعم. راح اسوي لك لقاء مع مدير الاستخبارات في وزاره الداخليه. لكن انت مطالب هسه انا اتحفظ على اسماء. انت مطالب بان تقدم. نعم اسمح لي انا من خلال قناتكم اناشد الاب الروح السيد وزير الداخليه والاخ الاكبر ابو الانسانيه السيد حسين العوادي، واتمنى ان يطلبون الحضور امامهم لطرح مظلوميتي وبالادله. الى السيد حسين العوادي انا السيد اتصل به تليفونيا واعتقد ما راح يقصر. تروح لكن شرط تقدم دليلك. هذه القضية مال هذا متنفذ وذاك متنفذ وهذا يعرف لضابط وذاك يعرف لضابط. والله هاي الثقافات ومن يشرف عليها ومن يديرها ومن يتعامل بها سأفضحهم واحد واحد. السيد الوكيل حسين العوادي هذا نموذج الآن قدامك. السيد الوكيل والسيد الوزير أتمنى يطلبوني وأشرح لهم. وتروح هناك مال هاي الشيء للتليفون. وهذا مثل قضية صلاح الدين اللي هاي المرة ساوموها. إلى الآن أنا ما سمعت حلت قضية صلاح الدين اللي المرة العراقية اللي تعرضت المساومات على شرفها. وإلى الآن أنا أنتظر السيد وكيل الوزير فريق عماد الدليمي والدائرة القانونية ينطونا. هل سيطلع لي واحد لأنه حارب المخدرات زوجة أحد التجار تقول له نقلتك أنا للحدود؟ شنو الخرط هذا؟ شنو الحكي هذا؟ شنو السياسة هذه؟ لا والله اللي يتجاوز بهذا الشكل أقسم بذات الله بالحق أفضح بالسماء وأفضح بالأرض. سيد حسين العوادي السيد فريق عماد الدليمي أخوان سادة كرام أنتم تشغلون مناصب. سيد عماد الدليمي صار 6 شهور قضية المرأة بصلاح الدين اللي انوخذت فلوسها وساومت على شرفها في داخل المركز إلى الآن ما انحلت. واليوم تجيني قضية وحدة خابر. أولاً
الرجال موجود والرقم موجود والعنوان موجود والمرأة موجودة والمكالمة موجودة، حققوا بيها. راح تلقون مو بس هذا اللي وليد النقل، راح تلقون الحبيبة والضابط اللي متعامل او ياها شو مسوي، وتحقون الحق امام الله.